حياكم الله مشاهدينا الكرام من الرافدين في سلسلة متابعتنا الخاصة بشأن آخر تطورات ثورة تشرين واستمرارها على الرغم من كل أشكال القمع الحكومي والميليشياوي لهذا الحراك الشعبي الثوري. ففي تطور جديد وبعد ساعات من إعلان تكليف محمد توفيق علاوي أو عزى مقتدى الصدر لمجموعة من القبعات الزرق التابعين لميليشيا السرايا للتنسيق مع القوات الحكومية لإنهاء التظاهرات بزعم أن أغلب مطالب الثورة قد تحققت. إذن لمناقشة هذا الموضوع ومحاور أخرى نرحب بدءاً مشاهدينا بضيفنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي. مرحبا بكم. حياكم الله. مرحبا استاذ. حياك الله. ونرحب ايضا بهاتفيا من القادسيه بالناشط في تظاهرات ثوره تشرين مصطفى الادهمي. مرحبا بك مصطفى معنا. اهلا وسهلا استاذ. حياك الله. اذا مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونبدا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه المتابعة الخاصة من قناة الرافدين عن آخر تطورات لثورة تشرين في العراق. ونرحب مجددا بالناشط في تظاهرات ثورة تشرين من محافظة القادسية سيد مصطفى الأدهمي. مرحبا بك. إذن مجموعة القبعات الزرق التابعة لميليشيا السرايا يزيلون جميع اللافتات المنددة بتكليف محمد علاوي من ساحة التحرير في بغداد. كيف ترى هذا التعامل من السرايا تجاه المتظاهرين؟ والله يا أستاذ تبين الصدق من الكذب. يعني دائما مجموعة أو تيار سائرون ينادون بأنهم بعيدين كل البعد عن تكليف أي رئيس وزراء، وينادون دائما بأنهم مع مطالب الجماهير بأن يكون رئيس وزراء مستقل ومن رحم ساحات التظاهر وغير جدلي حسب ما دعت إليه المرجعية، ويعني ويحقق مطالب الجماهير بفترة قصيرة تمهيدا لانتخابات مبكرة. ولكن بانت حالة وها تشاهدون منذ 3 أيام يعني الحملة الشعواء من قبلهم بطرد شباب التحرير والاستحواذ على المطعم التركي، وإضافة إلى التعذيب والتنكيل بعد الساعة 11:30 من قبل يومين في الجراج الداخل جراج أمة زين جراج الداخل إلى محلات بغداد، التعذيب الكبير ويسمع الصياح من بعيد. طبعاً الحقيقة. نعم. طيب يعني كيف تقرأ إذن تصميم سيد مقتدى الصدر وميليشياته على هذا الحراك ضد المتظاهرين وتوقيت هذا التصميم؟ هل كلف الصدر يعني بإفراغ هذه الساحات؟ هذا أستاذ هذه اتفاقات سياسية. نعم. مسبق عليها اتفاقات سياسية مسبق عليها لأنهم سابقا أحد النواب قال أكثر الناس الذين يدعون إلى المحاصصة هم التيار الصدري. أكثر الناس يدعون إلى المحاصصة، نحن نريد يعني حصصنا ومناصبنا وأنتم لكم حصصكم ومناصبكم. زين. فهذا جاء يعني باتفاق سياسي، وهو يعني سياسي سابق وقريب عليهم فمررت بصفقة يعني مررت بصفقة بعيدة عن شو اسمه عن رعوى الجمهور. وثانيا لا ننسى ان اي تيار او اي حزب
اي تيار او اي حزب شو اسمه يعني له قوه، له ميليشيا، له قوه، لا يمكن مجابهته في هذه الظروف الحاليه. نعم. طيب ايضا في يفرض يعني قصدي يفرض رايه بالساحه. ايضا في موضوع اخر، هل تتوقعون ان المرجعيه ستوافق على تنصيب محمد توفيق علاوي وهو يعني جدلي كما تقول؟ موافقه عليه وباصمه بالعشره كما يقولون. واذا تلاحظ خطاب المهندس محمد توفيق علاوي يعني من ضمن الذين شكرهم هو شكر المرجعية. وما معنى الذي يشكر المرجعية؟ يعني هناك موافقة، يعني موافقة مسبقة من عندهم، وأنا أسميها جمهورية كربلاء بعيدة عن النجف. طيب سيد مصطفى، يعني أرجو أن تبقى معنا، سأعود إليك أيضا بعد قليل. نرحب مجددا بالدكتور رافع الفلاحي، مرحبا بك. حياكم الله. دكتور وحياك الله وبياك. إذا دكتور رافع، سيد مقتدى الصدر قال إن مهمة ما تسمى بالقبعات الزرق التابعة له طبعا هي يعني تخليص الساحات من المندسين، ولكن يعني كيف ينظر الصدر وميليشياته وكيف يعرف هؤلاء المندسين؟ لا نفهم يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل هذا أستاذ نصير، يعني يجب أن نتحدث عن قضية التي قالها مقتدى الصدر. نعم. قال أن محمد توفيق علاوي هو يعني بارك للشعب اختياره لمحمد توفيق علاوي. نعم. قال أن الشعب من اختاره. في نفس التغريدة هذه أو البيان اللي أصدره بتغريدة، في أعلاها يقول يعني هذه أول مرة الشعب يبارك للشعب أنه اختار، هو اللي اختار، هو اللي اختار. نعم. اللي اختار. نعم. هذا المرشح. وفي أسفل التغريدة هذا التناقض طبعا، وهذا العدم الفهم، وهذا هذه المصيبة الكبيرة اللي العراق، الكارثة، جزء من الكارثة هذه اللي واقع على العراقيين. في أسفلها يقول يعني عسى الشعب يقبل بهذا المرشح، يعني شيئا متناقضا. هنا يقول هم الشعب اختاره، وهنا يقول عموما اذا كان الشعب قد اختاره مثل ما يقول مقتدى الصدر، يعني كيف عرف ان الشعب قد اختاره؟ الساحات، اذا كان القياس هو الساحات، الشعب ملايين العراقيين بالساحات يهتفون ضد توفيق علاوي استيزاره. نعم. ووضعوا شروطا من البدايه، من 1 تشرين الى الان واضعين شروط لا تنطبق على محمد توفيق علاوي. وحتى الصدر هو نفسه وضع شروط ايضا مع المتظاهرين، قال انه يعني واحده من الشروط يجب ان يكون عمره 55 ومحمد توفيق علاوي عمره 65. قال يجب ان يكون ما مزدوج الجنسيه، ومحمد توفيق علاوي عنده جنسيتين، بريطانيه ومزدوج جنسيه. قال انه يجب ان لا يكون سياسيا ومشتغل بالسلطه سابقا، وهذا مشتغل نائب مرتين ووزير المواصلات مرتين في عهد المالكي. هذه الاشياء يجب ان لا تكون عليه شبهه فساد، وهذا عليه حكم لمده 7 سنوات بقضيه فساد. نعم، بالقضاء تبرى من عندها او ما تبرى من عندها، لكن كانت عليه شبهه، فكل الشروط التي وضعها هو نفسه لا تنطبق عليه. فكيف الشعب اختاره والكتل ما اختارته؟ ثانيا، حتى يقول ان الشعب اختاره، اذا كان مثل ما قلنا، اذا كان القياس ساحات التظاهر، فملايين العراقيين بالساحات رفضوا. رفضت بغداد، ورفضت الناصرية، ورفضت كربلاء، والديوانية، والنجف، وكل الساحات رافضة هذا الترشيح لأنه لا يمكن قبوله. طيب من رشحه؟ إذا قضية الشعب اختاره، أو عندك أنت انتخابات أو استفتاء أو استبيان جدا دقيق في وسط بيئة نظيفة، استفتاء نظيف يعني دقيق، محافظ عليه، محترم، غير مخترق، غير فاسد، وبالتالي تقيس هذه القياسات وتعرف النسب، انه الشعب هل قد وافقوا، هل قد رفضوا، هل اجرى هيك استفتاء، هل يعتقد مقتدى الصدر انه يمثل العراقيين؟ اذا كان مقتدى الصدر يعتقد انه يمثل العراقيين لينزل الان
ويجيب الأمم المتحدة وخلي يستفتي على نفسه. إذا انتخبوه 2 من العراقيين 2% من العراقيين الشعب العراقي خلي غادر العراق. هذه حقيقة. أنت على أساس تفرض نفسك أنت ممثل للعراقيين وأنت لست منهم؟ ثانياً القضية المهمة أيضاً، محمد توفيق علاوي قال أنه في خطابه هذا المال التنصيب وقال نصبوني، قال أنا جئت لأقف، حط يعني وضع كثير من الـ من الـ يعني من الوعود من ضمنها أقضي على الفساد. وهي أول كذبة، يعني لا يمكن الوثوق بالشخص يكذب عليك من أول يوم. في أول خطاب يكذب عليك، كيف تقضي على الفساد وأنت مرشحك سائرون والفتح وكل هذه الكتل وهي متهمة بالفساد؟ صحيح. لا يمكن. أنت كيف ستزيح هذه الكتل التي هي دعمتك واللي هي وافقت والآن منزلة أهل القبعات الزرق مال الزرق؟ لا تسمح لي أحد أن يخالف رأيها في انتخابك. إذن لا يمكن، لأن هم متهمين بالفساد وهم الخراب و17 سنة من الخراب وما يتحملوا. قضية ثانية، قال السلاح أحصره بيد الدولة. كيف تحصره بيد الدولة وأنت من يدافع عنك الآن ميليشيات ميليشيات بالشارع شايل أسلاح يسموها أهل قبعات الزرق تابع للسرايا؟ نعم. طيب أنت الأجدر بك الآن أن تخرج وتقول أنه هذه الميليشيات منه؟ شنو يعني؟ خلي يقول لنا مقتضى الصدر، شنو ذول القبعات الزرق؟ يعني منهم الدولة يتعاونون مع أنت مو تتحدث عن دولة وتريد يسوون دولة ونظام والسلاح غير منفلت وأكو ميليشيات وقحة، متحدث لنا بهذا الشكل؟ من هم ذول القبعات الزرق؟ من هم ذول شايلين تواثي وسكاكين ومسدسات وكاتم للصوت؟ من ذول؟ شنو ذول؟ عسكر، شرطة، جيش؟ منو يعني؟ خلي يقول لنا. وليش الدولة ساكتة عليهم؟ ليش الأجهزة الأمنية اللي هو يقول الأجهزة الأمنية الشريفة اللي يتعاونون وياها ليش ساكتة عليهم؟ ليش ما تعتقلهم؟ معايا الدولة لو مو دولة؟ أنت الآن أكو أجهزة أمنية ولا تقبل بالتخريب، لا تقبل بالعصابات، لا تقبل بالميليشيات، هذا هم يعلنوه ورئيس الوزراء يقول أنا ما أقبل بالميليشيات. طيب ليش هاي الأجهزة الأمنية ما تعتقلهم هذول القبعات الزرق؟ منو ذولا؟ يعني إذا ما تسألهم أنتم منو؟ ما علاقتكم؟ أنتم شنو تخدمون يعني منو أنتم؟ كشافة؟ جمعية زراعية؟ جمعية اجتماعية؟ جمعية الأعراس والأفراح والأتراح؟ منو يعني منو ذولا أصحاب القبعات الزرق؟ خلي يقول لنا. إذا مو ميليشيات منو؟ إذا هم ميليشيات. إذا أنت راعي ميليشيات، أنت تارك الميليشيات على الشعب. لا يمكن أنت تقول أنا مع الثوار. كيف مع الثوار وأنت تجبر الثوار على أنه لا يصرحون حتى برأيهم، حتى في ساحاتهم تمنعهم من الوقوف حتى التعبير؟ قدموا 1000 شهيد وأنت تريد أن تشطب على دماء الشهداء وكلها حتى تنال ما تناله لأنه محمد علاوي أنت رشحته ويجب أن يستمر. ثانياً لم يقل لنا محمد علاوي يعني حتى في حديث هذا الطويل الوعود الكثيرة سيحول الدولة إلى من ريعية إلى استثمارية مع هذا كلام كذب. لذلك أنا أقول اللي يكذب علي أنا من أول لحظة، اللي يكذب على الشعب لا يمكن أن تصدق به ولا يمكن أن تقبله، لا تقبل به لأنه من البداية هي موازنة 2020 الآن اللي هو يعني تمول الدولة مديونية على الأقل هو جاي في حكومة مؤقتة، حكومة لديها مهمة. صحيح. لديها مهمة لا تزيد عن سنة، 6 أشهر سنة. طيب الموازنة لعام 2020 مقررة من الحكومة السابقة، وكل الصرف على الموازنة والقطاعات مخصصة منتهية. أنت ستعمل ضمن هذه الموازنة، ما راح تغير الموازنة، ما تقدر تغير الموازنة، أنت موازنة مقررة منتهية وذاهبة للبرلمان ومنتهية خلصان. إذن أنت ستحول حتى تحول العراق من ريعي من الاعتماد على النفط إلى مصانع ومعامل وزراعة وإنتاج والشعب كله يشتغل، هذه يحتاج لها، هذه مو يحتاج لها، يحتاج لعصا سحري، هذه يحتاج لها سنوات من العمل. صح. العراق اشتغل 80 سنة، أكثر من 80 سنة عمر الدولة العراقية حتى سوت مصانع وسوت زراعة وجاء الاحتلال وراحت كلها هذه. هذه يحتاج لها بناء تراكمي. لا تكذب على الناس، الناس مو جهلة، هذا الشعب أذكى شعوب الدنيا. هذا الشعب العراقي. أنت تقول لهم بيوم يومين، أنت جاي 6 أشهر لو سنة، إذا أنت باقي. هاي لعبة، لعبة كبيرة.
لا يمكن. انت ما حددت حتى موعد الانتخابات الانتخابات لم يحدد لم يحدد ممكن أن لا يكون مؤقتا يعني هذه حقيقه. فبالتالي انت كيف ستحول اذا هذه الوعود كاذبه محاوله دغدغه عواطف الناس؟ وهذا الشعب العراقي لا دغدغ عواطفه، شبعان بشي شبعان ضيم وشبعان عواطف، يريد فعل يريد واقع حال. نعم. ومن هذا الكلام الكذب، ومنا مقتدى الصدر يكذب عليه بالوطنيه ويضحك عليه وصار له 17 سنه يحكي لنا بالوطنيه، وبالتالي نزل انكشفت كله ووقع وقعت الاقنعه ونزلنا ميليشياته تهدد الناس علنا. كنا نجيكم اليوم واحد من الاشرطه، كنا نجيكم بالبطه هاي السيارات اللي يخطفون بها الناس، هم يعترفون اليوم جايكم بالتواثي تهدد الناس. انت تعترف انه انت كنت تعتقل الناس وتخطفهم وتقتلهم بالبطه وغير البطه؟ اذا انتم عصابات. من هذا الذي يطلق العصابات في الشارع والدوله ما تحاسبه؟ اذا لا دوله، اذا هذه دوله عصابات. ولماذا كل الميليشيات كل زعماء الميليشيات ايدوا هذه الحكومه وايدوا محمد علاوي وايدوا خطوات الصدر هذه؟ ولماذا تفضل الحرص على الدوام؟ يجب ان يذهبون الى المدارس. وربما نتحدث عن هذه أيضا يعني سنأتي عليه دكتور، ولكن قبل أن نعود لضيفنا ضمن مساعي طبعا الإجهاز على الثورة، أظهرت لقطات مصورة توثق قيام مجموعة من القبعات الزرق التابعة لميليشيا السرايا وهي تهاجم المتظاهرين السلميين بالرصاص والعصي في النجف وبابل وفي سوق الشيوخ بمحافظة ذقار، فضلا عن مبنى المطعم التركي في بغداد. لنتابع. من قام يضرب طلق؟ ذاك بالفرع ذاك ذاك بدون يتعاركون. هاي تعارك ضربهم ضربوهم. هذول التيار جماعة مقتدى. الله الإسلام زعبة زعبة. يلا التيار. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونرحب مجددا بالناشط في تظاهرات ثورة تشرين من محافظة القادسية سيد مصطفى الأدمي. سيد مصطفى، كما شاهدنا قبل قليل يعني لافت أنه ميليشيات الصدر تكثف هجماتها على المحافظات الجنوبية والمحافظات الوسطى، ما تفسيرك لهذا الهجوم الشرس من ميليشيا السرايا على تلك المحافظات؟ أستاذ قبل ما أجيب على هذا السؤال، يقولون فيروس كورونا في الصين وفيروس باغونا في العراق ومحمد توفيق علاوي نموذجا. يعني أقول هاي كلمة للتاريخ. بالنسبة للمحافظات الجنوبية لم تكن لهم حظوة كما في بغداد. والهتافات إذا 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 سمعتموها نهار أمس وأول أمس، يعني نددت بالهتافات نددت بجميع الأحزاب والتيارات، وخاصة التركيز على تيار سائرون. هم أتوا مرة أخرى إلى الساحات، ولكن همة الشباب لم يقبلوا بهم وطردوهم من الساحة. يعني أفهم من كلامك أنكم يعني عازمون على رفض هذه الإجراءات وما يحدث من قمع بأسلوب جديد الآن على يد هذه الميليشيات، وأيضا رفض المرشح الجديد الحكومي الذي عين.
استاذ عندنا رفض تام. طيب. عندنا رفض تام، ولكن اقول كلمه للتاريخ، نجح التيار الصدري لانه منظم ومدرب على التنظيم، وفشلنا نحن لاننا غير منظمين. والان يعني طيحات ونداءات، وانا تليفوني يعني صار ليومين ما ساكت، لتجميع الشتات وتشكيل كتلة للانتخابات القادمة، لأنه إذا يعني إذا مصر محمد توفيق علاوي وصار أمرا واقعا، فعلينا ننتظر وعوده بالحكومة المؤقتة. هو قاد ما يعني ما يقدره الله فترة مؤقتة، وأوعد بأنه إذا تعرض إلى الضغط فهو سيكاشف الناس. وضيفك الكريم قال هذه كذبة كبيرة، لأنه كيف أتى إلى السلطة إذا لم يرضخ إلى شروط الكتل التي يعني جاءت به إلى رأس طرف الحكومة العراقية. يعني ترى أنها صفقة سياسية، والثمن سيكون هو التطهير كما يسمي ذلك الإعلام، وبعض الإعلام الغربي يسمي ما يحدث الآن عملية تطهير ضد المتظاهرين. والله يا أستاذ أنا ما أستبعد أي شيء. والبوادر يعني بينت، لأنهم قابضون على السلطة ولا يتطورون الخروج منها، ولكن بهمة الشباب العراقي وبهمة الغيارة وبهمة التيارات المدنية التي ننتمي نحن إليها، وبإذن الله تعالى سوف نقلب الطاولة عليهم. يعني نحن في المحافظات الجنوبية بإذن الله مسيطرين يعني تقريبا على الوضع، ولكن في بغداد الحالة تختلف، لأن الكثرة لهم في بغداد، وهذه سوف تذوب، لأن ساحة التحرير كما تلاحظون نادت بياناتنا القادمة سوف تكون من ساحة الحكومة في الناصرية. نعم. طيب سيد مصطفى الأدهمي، أيضا ضيفنا الدكتور رافع الفلاحي لديه استفسار أو سؤال، تفضل دكتور رافع. أنا فقط رت يعني الحديث مال الأخ الناشط، وهو حديث كريم وحديث واعي وحديث رجل مثقف، يقول أنه فشلنا لأنه إحنا غير منظمين والتيار هذا منظم. أنا أقول يعني أنتم واجهتم طوال هذه الأربعة أشهر، والآن دخلتم الشهر الخامس، واجهت قوات الشغب، قوات أمنية، كلها منظمة وأكثر تنظيما، لكن لم تستطع أن تكسركم. فكيف يمكن لهذا التيار مهما كان منظما أن يستطيع كسركم؟ أنتم واجهتم كل هذه القوى وهي منظمة، وراها أحزاب، وراها قوى، وداخلها ميليشيات أيضا، لكن واجهتوها بما لديكم من قوة واستطعتم أن تنتصروا عليها رغم كل التضحيات اللي قدمتوها. وكيف اليوم نتحدث بهذه اللغة؟ قد المشاهد، قد المستمع يعتقد أنكم كسرتم، وأن هذا التيار قد استطاع أن يكسر التظاهرات وأن ينهيها. أنا أريد بس الصورة حتى تكون واضحة للناس. نعم. أستاذ يعني بالنسبة إلى قوات الشغب وجميع قوات الأمنية في الدولة وأي مؤسسة، بدأت بين الشد والجذب، يعني بين القمع وبين السكوت والخنوع، ويعني بين الشد والجذب، ساعة يصعدون وساعة يعني يهدئون الوضع. أما مجموعات وميليشيات التيار الصدري، إنهم منظمون، يعني ما عندهم أشياء إلا شيء واحد، وهو الطاعة لولي أمرهم.
زين عندهم امر واحد، اطمع اطمع، ماكو رجعه، ماكو شد وجذب. اما القوات الامنيه استخدمت ساعه الشده وساعه اللين وصارت مفاوضات معهم، ويعني واتفقنا على تلمية المظاهرات. اما هؤلاء يقولون لنا يعني رغما عنكم ناخذها. نعم. طيب ايضا ساعود اليك سيد مصطفى. اذا دكتور رافع، هل ما تقوم به القبعات الزرقاء التابعه للسرايا للصدر يعني يندرج تحت مهمة ما سمي بتطهير الساحات من المندسين كما يقول صدر وميليشياته؟ بالتأكيد. يعني سبحان الله، يعني هذه ثورة تشرين كنا نقولها وقلناها أكثر من مرة، واليوم تأكد صورتها. أسقطت كل الأقنعة، لم تبقي خناعا حقيقة، كل الأقنعة سقطت. مقتدى الصدر ظل يناور، ساعة هو مع التظاهرات وساعة يدعم التظاهرات وساعة يزن هذه التغريدة أنا أعشق المعرف الثورة الكلام هذا المبي معنى، وهو يقتل الناس وهو يتآمر عليهم بطريقة أو بأخرى، إلى أن انسحب من الساحات وضعف مع الشرط معرف قد للعودة. نعم. شروط كثيرة، وقال لن نعود، وإذا لم تنفذوها فأني ما لي علاقة بالساحات هذه بالتظاهرات لا سلبا ولا إيجابا. غر بعضهم يعني. طيب لماذا عدت بهذه السبب بدون أن تتحقق هذه يعني لا سلبا ولا ايجابا؟ هو يتنازل عن رايه، يغير رايه 180 درجه في كل لحظه، في كل لحظه. يعني حتى هذا الموقف الان ربما يتغير الى موقف اخر، اشد قسوه، اشد خنوع، بس بالتالي هو ينفذ سياسات. والان انكشف تماما، انكشف يعني انتهت القضيه. لديه ميليشيات حال، لا تقول لي ميليشيات وقحها، من اوقح من هذه الميليشيات؟ ميليشيات وقحة لديك ولدى الجميع، أنت جزء من هذه الميليشيات، جزء من هذه الحكومة، أنت جزء من هذا الخراب. يعني مثل المظاهرات اللي طلعت تهتف ضد الفساد وهم متهمين بالفساد. لا يمكن يعني القضيتين مرهمًا مع بعضين، فبالتالي الوضعية انكشفت. لا يمكن الآن قبول بها الشعب كله. يعني من محاسن هذا الذي حدث أنه الآن الصورة واضحة، صورة هذه مهما كان عدد، كم عدد ذول المؤيدين إليه، ذول أصحاب هو اللي يسميهم القبعات الزرق، إيش قد عددهم؟ وبالتالي هذا الشعب سيقضي عليهم، سيسحقهم، بالتالي سيدفعهم إلى الوراء. نعم، هذه الهجمة ربما في أول 24 ساعة 48 ساعة قد يتفاجأ البعض، قد، لكن هذا الشعب قادر. أنا لذلك تحدثت ويا ضيفنا يعني بهذه اللغة، قلت له أنتوا واجهتوا، لأنه بعدها ردة فعل الشعب ردة قوية. صح. الآن مقتدى الصدر كل اللي فعله وهو من غير أن يدرك بهذا الفكر الضحل، هو رفع صمام الأمان عن القنبلة الموقوتة. عن هذه القنبلة رفع صمام الأمان، هذا الشعب سينفجر عليكم، لا يمكن أن يقبلون. هذا الشعب اللي قدم كل هذه التضحيات لا يمكن أن يقبل بهذا الوضع. يعني هذول اللي طلعوا بالساحات ملايين، هذا الشباب الحلوة اللي طلعوا، حتى أنت تجي قبعات زرق وقبعات خضر وبهذه الطريقة العشوائية، هي هم جاءت هم هاجمتهم الميليشيات. هم خلصانين من الميليشيات يومياً تهاجمهم. اللي قتلهم بالناصرية واللي قتلهم في بغداد وبساحة التحرير وبالسنك، منو ميليشيات هذه؟ لا تحدث لي عن واحد ملبسي عسكري وخلي له رتبة ميليشياوي، فكر ميليشياوي. صحيح. فبالتالي ميليشيات تقتلهم ومو عراقيين، لأن اللي يقتل عراقي اللي يهاجم عراقي هذا فكرة مو عراقي. فبالتالي لا منطق. ثانيا النقطة أيضا المهمة، يقول أنه أنا دفعتهم ذول أصحاب القبعات الزرق لكي نعيد ضبط التظاهرات، وكأن التظاهرات تتوسل بي لضبطها. شلون تضبطها؟ وخلصهم من التخريب والتشدد والعنف. يعني عدنا للفوضى وهذه لا ثلاث نقاط. نعم. من يمارس العنف؟ يعني هل هذه الثورة مارست العنف من 1 تشرين لحد الآن، أم القوى التي واجهتها هي التي مارست العنف ضدها؟ ما الواقع، واقع الحال 1000 شهيد قدموا، 27-30 ألف واحد بين قتيل، بين شهيد وجريح. نعم. قدموا ذول التضحيات 4 أشهر نايمين بالشوارع سلميين لا يرفعون إلا العلم، إذن ليس لديهم عنف. إذا حرقوا تاير هنا وهذا حتى يمنعون عنكم أو يزيدون
أو يصعدون لأجل أن ينالون حقوقهم. هذا عنف سلمية هذه الوسائل. ثانياً تشدد، أي تشدد؟ الطبقة السياسية وأنت منهم يا مقتدى الصدر، أنتم المتشددين، أنتم المكلبين بالكراسي، مكلبين بهاي العملية السياسية، مكلبين بالمحاصصة والفساد والخراب اللي صار بالعراق 17 سنة. هذا الشعب ساكت عليكم، الآن متشددين. شنو التشدد؟ الأخرى التخريب. متى كانوا مخربين؟ متى خربوا؟ الناس صار لهم 4 أشهر حافظوا على دوائر الدولة، حافظوا على ممتلكات الناس، حتى من يقطعون الطرق كانوا يفتحون، مو قطع تام، قطع جزئي، كانوا يسمحون سيارة الأسعاف تفوت، سيارة الغذاء تفوت، اللي عنده مريض يفوت، اللي عنده جنازة يفوت، اللي عنده شغل يفوت، ما عندهم هذه القضية. وسائل ضغط لم سلمية يستخدموا يعني العنف نهائيا. لم يرفعوا السلاح ولم يرفعوا هذه العصي. أنتم من استعملتوا الدولة، هي من استعمل هذه وتسمى نفس الدولة السلطة بميليشياتها وقواها الأمنية، من استخدمت السلاح والعنف ضدهم والتخريب وحرق الدوائر كثير من عندها، وصوروهم هم يحرقون الدوائر، وهذه موجودة بكل العالم. القوى الأمنية، قوى الحكومات تستغل هذه الظروف لإحداث شيء معين والساقها بالمتظاهرين. حاولتوا تساقها الآن أنت بهؤلاء الميليشيات اللي يهددون العالم ويضربوهم بالطلقات وشايلين العصي عليهم والسكاكين والمواسع، هم ذول اللي راح يعيدون ضبط التظاهرة. ولماذا تضبط التظاهرة؟ ما أنت تقول خليهم يتظاهرون، والمدارس يجب أن تعود. لماذا تعود المدارس؟ نعم، يعني ما سبب، ما تفسيرك لسبب هذا الإصرار دكتور على تركيز على إعادة الدوام إلى المدارس؟ سأقول لك حقيقة واقعة. هؤلاء الذين يتفاخر بهم قبعات الزرق ما أعرف منه، هؤلاء ليسوا خريجين مدارس وليس لهم علاقة بالمدارس. لو كانوا في المدارس ولديهم رصيد بالمدارس، مقتدى الصدر ليس لديه رصيد في الجامعات والمدارس أبدا. وهذا عماد الثورات دائما، الثورات في كل العالم هم الطلبة، والطلبة ذولا هدفوا ضد هذا التيار، ضد هذا الاستحواذ على الساحة، ضد هذا الظلم، ضد ترشيح محمد توفيق علاوي. فلا يريد هؤلاء الذين يعني طعنوه في وجدانه، طعنوه في كبرياء الذي يدعيه، طعنوه في ما ادعاه من صدق. هو قال انه الشعب اختارهم، واذا بالشعب يخرج ملايين الطلاب تخرج تهتف ضد من اختاره. اذا هذه الكذبه يعود مره اخرى. دعني ما دمنا قد تذكرنا هذا الموضوع، يعني وخليني أكمل أول المدارس. المدارس أنت الآن بدل ما تكون أنت كنت جزء من العملية السياسية طوال 17 سنة وأنت مسيطر، وحتى آخر حكومة مال عادل عبد المهدي أنت لديك 6 وزراء ولديك بالبرلمان 54 ما أعرفش قد نائب، ما طالبتوا في يوم من الأيام وكل هذا الفساد الخراب. لدينا 11 ألف مدرسة طينية وخراب، وحاجتنا إلى المدارس 12 ألف مدرسة، والطلاب 70 و120 طالب في صف واحد يجلسون حتى على الطابوق، ماكو رحلات هذه الخشب. والموازنات هذه 150 مليار دولار سنويا كلها تصرف بفسادكم، هذه ما تحشون عنها. الآن تريدهم يرجعون للدوام لأن تخايف على الدراسة، تخايف على المستوى الدراسي. العراق طوال هال 17 سنة خارج كل التصنيفات، صحيح التصنيفات العالمية طلعت العراق من يونيسيف وغيرها، وقالوا لأنه لا دراسة في العراق، تسرب الأطفال من المدارس والعمالة ومستوى الدراسي ضحل. أنت والخريجين الكليات وين راحوا؟ مقاعد هو يفتح له شمبر ويفتح له بسطة في الشارع يقعد ما تعينوه. لو يصير بالميليشيات، لو يصير بالشرطة ولا وش قد وعدكم بطالة مقنعة، هذا الوضع. فأنت تريد ترجعهم من المدارس. محمد توفيق علاوي نفس القضية حتى عيدها، قال إنه الشعب انتخبني. شلون انتخبك الشعب؟ قال أكو 170 نائب مستقل بالبرلمان، هم اللي انتخبوني قالوا إحنا نريد هذا. ليش هو البرلمان هذا يمثل الشعب حتى بمستقلين 170 واحد؟ ما أنتوا تعرفون 82% من العراقيين لم يشاركوا في آخر انتخابات. إذن حجم اللي شاركوا لا يزيد عن 18%، وال 18% جرى فيها تزوير الأمم المتحدة والعالم، وأنتم تحدثتم عن فساد وتزوير لم يحصل بالعالم مثله. إذن لا شرعية. فبالتالي ذولا لا يمثلون العراقي، لا يمثلون الشعب العراقي. لو كانوا يمثلون الشعب العراقي ما طلع هذا الشعب من 21 وبالشوارع يهتف ضدهم، كان خلى القضية من النواب اللي يمثلوه بالشعب وهم يتولون القضية. إذن
هم يعرفون الشعب يقول انه هذا المجلس النواب لا يمثلنا. نعم. وشالوا لافتات اسقاط هذا المجلس. اذا شلون 170 واحد المستقل ذول انتخبوك يمثلون الشعب؟ نعم. ما انت تقول انا ضد عمليه المحاصصه، وانت تعرف المحاصصه هي هذه الكتل بالبرلمان هي محاصصه طائفيه ومحاصصه اثنيه، اكراد وعرب وسنه وشيعه وما اعرف منو تركمان، هاي موزعه. فانت شلون تقول ان الشعب هو اللي اختارني 17؟ وقلت انت اذا انا الشعب رفضني فما اقبل بالتكليف. نعم. شلون قبلت بالتكليف؟ اذا لعبه واضحه وخطه مرسومه من خارج الحدود من ايران، واضح جدا جدا، يريدون ان يقضوا على التظاهرات، يريدون ان يسوفوا كل الامور ويعيدوا عقرب الساعه الى ما كان قبل 21، وهيهات هذا الموضوع انتهى. وما قبل 21 الأول شكل وما بعده شكل آخر. أيضا نشرك السيد مصطفى الأدم الناشط في تظاهرات ثورة تشرين في محافظة القادسية، وقد ذكرنا قبل قليل يعني كيف تفسر سبب إصرار صدر وميليشيات القبعات الزرق على إعادة الدوام إلى المدارس والجامعات، يعني هل السبب هو هذا الدعم الكبير، الدعم الطلابي لتظاهرات ثورة تشرين؟ أستاذ، بالنسبة للطلاب هم روح الثورة. نعم. الطلاب هم روح الثورة، والشباب بالذات هم الذين فجروا هذه الثورة. فهم لا يريدون أهل القمصان البيضاء أن يشتركون، وإذا رجعوا أهل القمصان البيضاء إلى دوامهم فستنتهي الثورة. صح موجود كثير من الشباب، ولكن الثقل الكبير وعبر السنين وخاصة يعني في أوقاتنا هذا من القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين، جميع الثورات أتت من الشباب ومن الطلاب وخاصة طلاب الجامعات. أذكر شغلة أستاذ. تفضل. المشروعية قانونيا هي أما مشروعية دستورية أو مشروعية ثورية. المشروعية الدستورية في قانوننا هو الذهاب إلى صناديق الاقتراع. طيب. والمشروعية الثورية هي حق التظاهر السلمي المدخول بالدستور الذي لم ينظم بقانون لحد هذه اللحظة. فعندما مارس الشعب مشروعيته الدستورية باختيار أعضاء النواب وخرج لنا هذا المجلس الذي كان معظمه بالتزوير وخاصة في الانتخابات الأخيرة، فلا نعول على المشروعية الدستورية. ولكن هناك مشروعية ثورية قانونا. نحن هؤلاء أتوا إلى السلطة التشريعية، وهؤلاء موجودين بالسلطة التنفيذية. نحن قلنا اليوم هؤلاء لا يمثلوننا حسب الشرعية الثورية، نريد أن نسحب ثقتنا عنهم. ولذلك دعا المتظاهرون إلى انتخابات مبكرة. لا يفهمون شنو معنى الانتخابات المبكرة؟ ألا يفهمون شنو معناها؟ معناها إحنا ما نريدكم. نحن لا نرغب بكم، نحن لا نثق بكم، نحن نريد حكومة مؤقتة أمدها 6 أشهر إلى سنة تمهيدا إلى انتخابات مبكرة. ويجب علينا في هذه اللحظة يعني في هذه الأثناء. ولكن لا أثق بهذا المجلس في التغييرات، يعني أطلب تغييرات دستورية وأطلب تغيير النظام. إذا بقى النظام البرلماني يعني معناها بقاء المحافظة، إذا بقى النظام البرلماني يعني بقاء التكاتل على المناصب، إذا بقى النظام البرلماني يبقى نفس الفساد، وتبقى حكومات توافقية يعني تمثل من جميع الأحزاب، فكيف تكون المعارضة
يعني في هذه الحالة يجب تغيير النظام البرلماني إلى نظام آخر. يا أخي النظام البرلماني جربناها 16 سنة يعني لم ينفع الشعب العراقي ولم ينفع بسبب آلياتهم. هو نظام محترم في الدول التي تحترم هذا النظام، ولكن هذه الأحزاب الموجودة لا تحترم هذا النظام، فلذلك هذا النظام لا ينفعنا، يجب تغييره. يعني في كلمة أخيرة إذن سيد مصطفى، يعني متظاهرو التحرير سواء في بغداد وباقي الساحات أيضا في المحافظات يؤكدون الآن استمرارهم بالاعتصام على الرغم من هجوم هذه الميليشيات، كيف ترى إصرار الثوار في تحقيق أهداف الثورة؟ ما هي خططكم المستقبلية في هذه المرحلة؟ نعم أستاذ، خرج المتظاهرون رغم القهر والضرب، يعني هم جاء أصحاب التيار وقالوا نحن نريد أن ندعم الثورة، ولكن استخدموا العصي والسكاكين وما أنتم تعرفون عنها إلى نهاية القصة. ولكن خرج من ثاني يوم خرج الشباب المنتفض ونادى بعدم قبولهم، ونحن مصرون وعازمون على تشكيل كتلة كبيرة من رحم ساحات التظاهر نشارك في الانتخابات اللاحقة، وحاليا نضغط على رئيس الوزراء الجديد بأخذ مجموعة من الناشطين والأساتذة على مستوى عالي من العلم في الكابينة الوزارية أو الاستشارية التي دعا لها هو. طيب، شكرا جزيلا لك من محافظة القادسية الناشط في تظاهرات ثورة تشرين سيد مصطفى الأدهمي. أيضا دكتور رافع، هذا المرشح الوزاري قال إن أحد يعني مهامه الرئيسية هي القضاء كما ذكرنا على الفساد المالي والإداري، ولكن أيضا هو تعهد علاوي بأنه سيلاحق قتلة المتظاهرين، يعني كيف سيلاحق الميليشيات؟ ما هي هذه القضية؟ أنت من قتل المتظاهرين هي نفس الكتل التي رشحتك، وبنادق الميليشيات التي تحميك الآن ولتسكت الأصوات التي تنادي بالوقوف ضدك هي نفس الميليشيات التي قتلت المتظاهرين. طيب كيف ستقدم؟ هل سيقدم هؤلاء أصحاب القبعات الزرق الآن اللي يضربون الطلقات على الناس ويقتلون ويجرحون سيقدمهم للقضاء؟ ما هم يدافعون عنه الآن عن وجوده، وهو يجب أن يبقى. هذه قضية مضحكة، البلد مليان ميليشيات، لا يمكن القضية غير شكل الآن، إما أن تكون حرا وأنت خارج من الساحات والشعب كله يدعمك هذا الشكل، وأنت تقف ضد الميليشيات هذا شكل آخر، وأما أن تكون فأنت مرشح الكتل، مرشح دول خارجية، فالقضية استبدلوا عادل بشخص آخر، وهذا قبل بفرح شديد، يعني حتى لاحظ شكله عندما أخذ فرحان بهذا المنصب، والحقيقة أنه لا أحد وطني وغيور ممكن أن يفرح بهذا المنصب، لأنه هذا منصب من أصعب المناصب في هذه الظروف الآن، ظروف صعبة، وهو مثل ما قال مشروع وطني هذا، ويريد يتخلص من الميليشيات والسلاح يحصره بيد الدولة ويتوقف الفساد ويقدم الفاسدين ويقدم قتلة المتظاهرين للقضاء. من هم قتلة المتظاهرين؟ ما هي الميليشيات نفسها هذه اللي تقتل المتظاهرين وأنت تستطيع أن تقدمهم إلى القضاء؟ إذن هذه كلها كذب، لعب على الناس. ما قال عادل عبد المهدي قبله، قال سأقدمهم إلى القضاء، قدمهم، قال سويت لجان تحقيقية وين راحت؟ قال سنقضي على الفساد عندما اجى برنامجه، وين الفساد الان صار؟ قال سنجعل العراق مستقلا وذو سياده، العراق ذو سياده ومستقل. هذا الكلام نسمعه دائما، وهذا الكلام يعني مع احترامي حتى لضيفك، قال انه انتم لكم ثقه ونخلي مستشارين وياه، وماذا بعد؟
ثقة ما بي، شنو تخلي مستشارين وياه؟ إذا هي الميليشيات الآن تدافع عنه وتسكت كل الأصوات التي تقف ضده وتريد أن تنهي التظاهرات وتنهي هذه الثورة، فكيف يمكن القبول بهذا هذه قضية أخرى لا يمكن القبول بها ولا يمكن السكوت عنها. فالوضع نعم ملتبس، البعض ربما يتشائم، البعض ربما انكسر نفسيا شعره. أنا أقول لا أحد ينكسر، وهذه الثورات تتعرض إلى مواجهات كثيرة وإلى صعاب كثيرة، وهذه الثورة ثورة عراقية كبيرة. هذا الشباب شباب مصر، شباب قدم هذه التضحيات، لا يمكن لا أصحاب قبعات زرق ولا غير زرق، ويعرف من البداية أنه سيواجه بالميليشيات، لن تستطيع أن تكسر هذه الثورة، وهذه الثورة ماضية في طريقه وسيخسرون. ولاحظ بالساعات القادمة سينقلب الوضع عليهم بشكل آخر وسيخسرون الحقيقة، وسيندحرون وسيذهبون إلى الشعب، هذا لا يمكن أن يقبل. هذا قدم ثورة من أجمل الثورات، ثورة نقية ونظيفة وسلمية، ويستمر بها بسلميتها وبنظافتها وباحترامها لوطنيتها وعابر لكل الطائفة، لن يقبل بالتلاعب عليه. مع بعد 4 أشهر رجعوا لبيوتكم وكأنك يا أبو زياد ما غزيت وكأنك كل شيء لم يحدث، وانت قدمت كل هذه التضحيات وهذه كلها تمسحها من تاريخك وتقبل بدل عادل عبد المهدي محمد علاوي ونفس القضية، وتستمر وراح نسوي لك انتخابات ما يخالف وندورهم، ونفس الكتل الفاسدة ونفس الخراب ونفس التوزيع ونفس الطائفية ووعود مقتدى الصدر ما خلي جماعتي يشتركون. هذه الكذبة اللعبة، ما أنت قلت ما أشترك بالساحة وما لي علاقة، وأنت ضد التظاهرات وأنت تدعم التظاهرات، وأنت مع المتظاهرين وضد المتظاهرين، وأنت ضد الميليشيات ومع الميليشيات، وأنت ضد إيران ومع إيران، وأنت ضد التدخل الخارجي ومع التدخل الخارجي. هذه مصيبة كبيرة وهذه ليست جديدة، وهذا التيار الصدري مصيبة، والمصيبة أنه كل أتباع التيار الصدري كثيرين منه هم من الفقراء اللي صحيح. خبزتهم ومصلحتهم مع هذه الثورة، لا يقبلون بهذا الوضع. لا نتحدث ترى على هذه الوجوه هذه التي نراها قبعة الزرق معرف من هاي ميليشيات، أما الباقين ترى فقراء صحيح. وناس مسحوقين ومصيرهم مع مصير الثورة، سينقلبون عليك. ومقتدى الصدر خسر خسارة كبيرة جدا، خسارة كبيرة في هذه الخطوة، والخطوة التي سبقتها وانتهت كانت الناس لا تقبل حتى بالحديث عنه، على أساس أنه ربما سيكون نصيرا للعراقيين. فيه من العراقيين الكثير، لكن الآن انفضحت وسقط القناع وانتهى الموضوع. الآن أنت خسرت وكل جماهيرك يعني من جرفك هذه أكلت، هذه الخطوات تأكل من جرفك، ستأكل من جماهيرك. جماهيرك إذا 100 عدهم راح تلقاهم 20 الآن، هذول أهل القبعات الزرق اللي يضربون طلقات ومسدسات، ذول ميليشيات لن يبقوا بالساحة. إذا ما جاءت قوة وموجة كبيرة من الشعب ستدفعهم خارج أو ستلفظهم خارج، لأن ذول مو عراقيين. اللي يضرب على العراقيين واللي يريد صادر آمال العراقيين وأحلامهم وحياتهم هذا مو عراقي. فلذلك هي غير مقبولة، وانكشفت القضية، وهذه من محاسن هذه الثورة، والثورة ماضية في طريقها، والعالم قد تتفائل لتنكسر نفسيا. هذه تواجهها، ومتوقعة في كل الثورات أن تواجه هذه الحالات، وتواجه في بلد مثل العراق أن تواجه هذه الحالة، طبيعية جدا جدا أن تواجه هذه الحالات، لكن شوف الثبات بالناصرية وغير الناصرية وبالبصرة وكلها ستدعم، وبغداد ستعود أقوى من السابق وشبابها موجودين وأهلها موجودين، ولن يستطيعوا الموجات الكبيرة تغرق كل هؤلاء. شكرا جزيلا لك كاتب البحث السياسي دكتور رافع الفلاحي، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة. إلى اللقاء.